عمرو أديب دفعتي في الكلية وحبيب وصديق وأخوي. بس هاجمته قبل كده في مقال. والله اختلفت معايا يا جماعة، عايز أقول فرق والله العظيم. ما تخلينا نقول مقال بعنوان كلنا فاسدون يا عمرو، من نفس المنهج بتاع هاجم نفسك أفضل من أنك تهاجم الآخرين. أنا هاجمت نفسي، قلت كلنا فاسدون يا عمرو. ليه؟ كنت بتكلم عن نفس القضية اللي كنت بتكلم مع حضرتك فيها في الحلقة دي. نهو ليه قضية الصحافة والإعلام بنقدم إيه للناس؟ أستاذ عمرو صديقي اللي أنا شايفه أهم مذيع في الوطن العربي، في الوطن العربي كله، وأغلى مذيع وأفضل مذيع توك شو، مظبوط. قال في نهاية السنة اللي فاتت اللي هي 2021، قال استعرض مؤشر جوجل اللي هو بتاع البحث، الناس في مصر وفي العالم كله بتبحث عن ايه وبالعالم كله، ودي ارقام حقيقية. وخلص في النهاية وقال انه طب انتوا بتقولون احنا بنقدم كذا او الناس في الصحافة وفي الاعلام بتقدم كذا، ما هو انتوا اللي بتبحثوا مثلا اهم الكلمات اللي ببحث عنها مطرب المهرجانات. طب ما انتوا اللي عايزين كده للناس. كلامه صحيح بالمعلومات. انا اختلفت في حاجة في ايه؟ ورجعت عمري للي تعلمناه اللي هو، وعمري ما زعلش، واللي هو ان في فرق كبير جدا بين ما يريده المشاهد وما يحتاجه المشاهد. هو ده الاعلام، ده اللي ان انا لا اديله الحاجة الكويسة او لا اديله المحتوى الجيد. يعني المشاهد مثلا طيب. زي ابنك ابنك عايز ياكل شوكولاتة على طول، لا ده انا لازم اديك حاجات ليها قيمة. تمام. فالإعلام لو أنا اعتمدت الناس عايزة إيه، طيب 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 ليه هنروح بعيد؟ طيب ما المشاهد والأفلام الإباحية هي الأكثر مشاهدة في العالم، ده معناه أن أنا أقدمها له. ممكن تقعد على الشاشة جنب بجانب عمرو أديب وأبقى سعيد أقدم معاه، وإحنا قعدنا مع بعض جنب بعض في التختة في الجامعة زي ما بيقولوا.